السلام عليكم متابعي موقع طنجاوي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي هو يكون جديد، باقي يومين للعيد وغنشوفوا الاسمنه ديال العيد شحال واصل. يا لبحان 300 تقول له شحال تيقول لك 390 هي كم 4000 درهم. ما يديرناش يعني قصدك 100 درهم، ما يديرناش البيع المرجان 199 فقط. هاي نلاموك هاي في حزنقيه سلعه من السوبر. هاي فين اخوتي؟ بخير هاني. واش نسيت تحاولي ولا بقيتي من هنا على السر؟ الله خويا لا يخلي على الله ما كرهش. دابا انا هذا القيبه كنبدا نشريه في رمضان ونخليه معايا نكري له الدار ب 1500 درهم ويطيح عليا رخص من دابا. هاي نلاموك هاي في حزنقية سلعة من السوبر. هاي عادي يقول لك دابا شحال قلتي له اخر ثمن؟ قلت 360 باش واقعي ولي باقي عان. خليها تداوي لها. ها هو بينو يا سعيد يا سعيد يا اوكي حشم فهمتي. دابا اخر ثمن ديك 3600 مصر 3600 طايح على السوق. انا 4000 درهم عام السوق تحدى وقالوا السوق طاح واحد شويه. شي هذا المرة اكذب شي عليك. الصغير الصغير غالي بزاف. الصغير اخا متعو تنجبرو ب 44 يعني 2200 درهم. يعني الصغير واقيلا هذا العام هذا شابر. دابا الحاولي الثمن فيه مضخم. دابا الحاولي عدي الحاولي مزيون 350 احسن ما تري. يقول 3600 درهم ثمن الاخر. احسن ما تري باع صغير وعامل 2500 درهم شي مشموت. شري الحاولي انا كنصحي شري الحاولي. هو مكلف عليه غادي يعطيه 250 مين كان يجي. انا فرض يجي كيلو يعطيه 200. دابا شو دابا شو قلت له بيع لي 30000 كيلو. قال له ما دير 30000 كيلو. اشنو هي المصيبه هذه؟ مش مصيبه كذا. يعني حسيه كرفو السوق هذا. ها؟ حسيه كرفو السوق. بزاف اصاحبي. دابا هاد النهار هذا انا باقي ما شريتيش. شحال الجهد ديالك تشري الحاولي هذا؟ 50 درهم. لا انا شريت بكري. بكري وصافي. يعني وشحال الجهد ديالك؟ عطاتني 250 هذه. يعني كيبان لك السوق اليوم الثمن مزيون فيه ولا؟ غالي غالي الحاولي غالي. ونتمنى ان شاء الله كل شيء عايد ان شاء الله. تبارك الله عليك ويصل مبروكه. شي ورعه وفر. هاد البياخ هذا كيبان يالله جا نشوفو شنيا عندهم غنشوفو هاد الاسمين شحال واصلة. واجي هاد الحوار كيبانو معوطين ماشي من ديك الناوي كبار تينزلهم ونشوفو الاسمين ديالهم. دايرين كيف سين؟ الله يحفظك اخويا الله يرحم الوالدين. كيفاش عامل السوق اليوم؟ السوق اخويا ما كاين لا مزيان لا والو. واش جيت اليوم تشري ولا جيت باسي؟ جيت الصباح باش نشري، جيت دابا باش نشري ما كاينش اخويا. فاش تلقى الحوله 300 تقول له شحال تيقول لك 390 هي كم 4000 درهم. ما يديرناش يعني قصدك 100 درهم. ما يديرناش البيع المرجان 199 فقط. قال لك بالله الجهد ديالك الجهد ديالي ندي الحولي قد الثمن ديالو. براو فهمتيني. ما غاديش ندي انا قد كانيش نديه ب 3000 درهم 3700 درهم. ماشي كنرضعوا سبعنا حنا كابرين مع الكسيبه. يعني نحاول لك خصو يسال ديك فلوس هذه. يسال الثمن ديالو اخويا. واش دابا دخلت عليك بالله تدي حولي انت ب 3000 درهم فاش تسلخو وتسالي غادا تشوف فيه ما فيه حتى 15 كيلو ما كاملاش. فهمتيني ولا ما فهمتيش؟ يعني كيتسمى عمله عليك. اذا غادي نشري انا اللحم ب 300 درهم الكيلو نمشي نشري الجمل. فهمتيني اخويا؟ يا اخاي تيقول لك العلف. واش هاد شنو تياكل هاد الحولي هذا؟ واش تياكل لاكاجو؟ تياكل بيستاش؟ شو تبارك الله تيقيلو تيسرحوهم. وهذا اللي كان نزلو راه نشوفو شحال عنده الثمن. شوف شي واحد عنده اذا مزيون عجبك. الثمن ديالو جاك الثمن ديالو. كيفاش جاك الثمن ده؟ اسمح لي. 600 غالي. خليه يقلب من حولي ديالك. تهزو وتهرب. هذا خاي ابراهيم باش من عارف عامل لهم الركبه. 190. ها؟ لا زعما ما نسلكش واش معلف ولا؟ شريته. شريته. اسمح لي اخويا. الله يجيب تيسر. اصلا ما فهمتيني فاش بحال هكا تلقى ود درويس مسكين واحد شاري وهادي صافي نشري من عندك كساب. انا كنفكر نشري من عندك كساب. وشني علاش بقيتي تا الاخر دابا نسينا عاد هادشي؟ ها؟ بقيتي تا الاخر دابا؟ دابا عاد وجدتني فلوس انا اليوم. اليوم شحال اليوم؟ 28. لا اليوم وجدتني فلوس ديال هاد الحولي. يعني انت ما كرهتيش وكنت تشري الحولي من قبل؟ ما كرهتش. دابا انا هاد القيبه كنبدا نشريه في رمضان ونخليه معايا نكري له الدار ب 1500 درهم ويطيح عليا رخص من دابا. وتبارك الله كيبان الحواله موجودين يا خور. نزل فوقي هذا عاود دابا كينزل. ونتمنى ان شاء الله يكون الحوالي يكون تتمام مزيون ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الويده ديالي جيتي للسوق جيتي تشري ولا جيتي كتسارى وصافي؟ لا جيت نشري. ما من درا جبرتي شي حاجه؟ ايوا الخير موجود والثمن راه طالع بزاف. انت شحال الجهد ديالك كتشري اليوم؟
والجات ديالي غير 200 فران. دابا انت واش بقيتي تالاخر يعني بالعاني باش دير حوالي زعما مزيانه ولا على حسب الظروف ديالك اللي خلاتك تسخر تالاخر؟ الظروف وبقيت حتى الاخر باش نشوف الرخه ثاني عاود. ان شاء الله ميكون على خير ان شاء الله. ان شاء الله. عشر مبروكه. علينا وعليك الله يرحم والديك. كيف سينا مزيان؟ الله يبارك فيك يا خويا الحمد لله. كيفاش ذاك السوق دابا ملي دخلتي كيفاش ذاك الاجواء السوق؟ اجواء مزيانه الحمد لله يعني مقارنه ما بين الاول وذاك الغرا اللي كان في الاول وذاك الغرا اللي كانوا كيقولوا الناس يعني هاد اليومين الاخر الحمد لله كان واحد شويه كله ويدي يدي على حسب جيبه. دابا اغلى حولي سقسيت شحال جبرتي الثمن ديالو؟ اليوم 5000 درهم البارح كانت 5500 اليوم 5000 درهم اغلى حولي تقريبا. انت شحال الجهد ديالك تشري حولي؟ الجهد 3000 درهم. يعني 5000 هذاك هو الجهد. هذا هو الجهد. عشر مبروك. الله يبارك فيك يا مولاي. السلام عليكم خويا مزيان بخير. فين خاوتي؟ بخير هاني. واش نسيتي تحاولي ولا بقيتي من هنا على السرد؟ الله خويا لا يخلي على الله السرد. انا ماشي نستاني في امر الله يوحد يا اخي. كيفاش عامل السوق اليوم؟ المهم الحمد لله اليوم ما كنسمعوش حاجه درخه الخاوه خوفاني فهمت عندك تبلبل فهمت؟ هذه هي الهضره. خوفاني بزاف. دابا نسقسيك انت شنو عندك هنايا؟ انا عندي السردين الخاوه ديالي. يعني السردين دبلت. السردين ضروري. شحال الشوايه دابا عامل؟ الشوايه هذا الشيء ديالي بالخبز ديالي بكلشي ديالي عفيف راك بحال اللي كتاكل في الحومه ديالك ما لا تبدل على الحومه مع الحومه. كاين الاقبال عليها الحمد لله. الله يا اخي كليان كل عام هالعام. يا دابا تسنى كليان ديالك معروف كل عام كيجي لعندك. تسنى كاع تعرف هذا الشيء ديالنا كليان ديالنا مشهور حنا الحواس هذا حنا خاطر. برشيفه في الدم. ولا تندم. تبارك الله. ديما خاودي. ارا شوفوا المشاريع الصغرى خاو ديري تبارك الله. الله يرحم والديك اخي ابراهيم. كيف مشى الامور؟ احنا ماشي الحمد لله كانت ديونا على اليوم. دابا ملي بدا السوق نسينا هنا. ملي بدا السوق هنا. والحمد لله الانسان كيترزق على الله شويه. ضروري كيما شفت هنا كتعرف يا صاحبي بنادم كيحوفر في الماكله. شنو عندك هنا؟ كاينه بطاطا مسلوقه بيضات مسلوقه لا مشكله مرتديله دابا السخرة الثالثة هنا كتعرف الاخر. يعني اذا ما بقاش يتسخر بزاف عندك تبقى حاصل بيه. تبقى حاصل بيه ما بقاش البطاطا تماك عاد كنسلقوها بيضات كيتسلقوه. ما تسينا واش كل عام هنايا ولا اول مره؟ لا كل عام هنايا. كل عام؟ اذا صافي العام اللي ما تجيش من عندك ان شاء الله. تغرب مني مكان هذا السوق بحولي حنا هنايا ماشي سيد جماعه. تبارك الله واش مبروكه براه الله يوفق. خاو ديري كيف سين؟ مزيان اخي ابراهيم الحمد لله. كيف السوق عام اليوم؟ خاو السوق معين بين طالع بين اول كي واحد كيضرب على راسه اخي ابراهيم. خصوصا في هذه الساعه هذه. خصوصا في هذه الساعه هذه واللي طالع من طلع السوق وما داكش الناقه خا. اللي كيبيع ويشري. اللي كيبيع ويشري هما اللي مطلعين السوق اخي. اغلى حاولي اليوم سقسيتاش اغلى شحال؟ اغلى حاولي هو اللي حدانا اللي هنا الخاوه ب 3000 درهم. تبارك الله. 3000 درهم حبيبي اخي ابراهيم. تبارك الله. السلام عليكم. كي داير اخويا؟ صافي جمعتي ساهليتي. الحمد لله. كيفاش سواك الناس طنجه؟ الامور بخير الناس مزيان الله يعمر هذا. العام اللي ما تجي ان شاء الله. ان شاء الله غنرجعوا ان شاء الله الا بقينا حيين. واحد المثل المغربي كيقول مول مليح باع. باع وراح. دابا نسينا بعتي مليح ماشي بحال. لا ماشي بحال. الحمد لله كانت الاسمينة عندك مناسبة. لا لا مناسبة الحمد لله. ومين جيتي؟ خنيفرة. ودابا ترجعوا بحالكم ان شاء الله. بحالنا الحمد لله. يعني صافي ساهليتو. عشر مبروكة. علينا وعليك الله يوصلكم على خير. تبارك الله. كما شفتوا معنا هذه الحلقه هذه كنتمنوا ان شاء الله يا ربي كلشي عايد والدرويش الله يكون له في العون نتمنوا ان شاء الله كلشي عايد هادشي اللي عايز. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.